قدرتنا على هذه المجازر اليومية. دائما تأتينا المجزرة يعني حتى الجرحى في الأراضي تملأ الأراضي. نحن نضطر أحيانا يعني إنه نعدي فوق مريض حتى ننتقل لمريض آخر. استفيد من كل الموجودين في الإسعاف من المرافقين من المستخدمين من عمال أن يساعدنا فقط أنه إرقاء لإيقاف النزف، ضماد مؤقت، إدخال المرضى غرفة العمليات، فرز المرضى من حسب حالاتهم حسب شدة حالتهم الحالة الحرجة والأقل خطورة والتي يمكن أن تنتظر، إدخال من ممكن إنقاذ الدماء بشكل عام. أثناء الجزيرة تملأ الأراضي يعني ممكن أن أقول لك اعتدنا على هذه المناظر للأسف حسب الله ممكن. لا أدري هل هذا الوضع طبيعي أم غير طبيعي، لكن للأسف اعتدنا على هذه المناظر بسبب كثرتها ومضطرين أن نتعامل معها وبالسرعة القصوى ضمن الإمكانيات المتاحة وضمن يعني الإمكانيات المتاحة في مشافينا على يعني على بساطتها. والله كتحديات عم تواجهنا أولا النقص الحاصل في الكادر الطبي في مختلف الاختصاصات، هناك نقص في المستلزمات والمستهلكات الطبية، نقص في الأدوية، نقص في عدد أسرة العناية المشددة. كثير من المرضى اللي كانوا يحتاجون العناية المشددة لفترات طويلة كنا نحولهم إلى المشافي خارج مدينة حلب أو حتى إلى المشافي التركية، أما الآن ضمن الحصار نحن مضطرون لاستقبال الجميع. وقد نضطر احيانا يعني لوضع مريض هناك امل من شفائه او من استعاده حياته على العنايه بالعنايه المشدده وفصل مريض اخر ميؤوس منه وهو موجود بالعنايه، بينما سابقا ما كنا نفعل.